حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا، قال بكير: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة.